السلام عليكم احبائي اصدقائي على قناتي سنان صالح شيف سنان العبيدي. اليوم راح نسوي لكم شوربه البصل. طبعا شوربه البصل من اسويها عبد الفتاح يموت عليها. شلون عبد الفتاح؟ طيبه. شلون الشباب شوربه البصل؟ طيبه كثير. شغله خالقه. ما العلم هواي ناس يقول شنو شوربه البصل مستحيل يعني شلون تطلع طيبه. راح اسويها كلش طيبه. جربوها على طريقتي. المكونات اللي نحتاجها طبعا بصل. كميه البصل اللي تحتاجوها انتم تريدون تسووها بالبيت ايش قد عندكم الجدريه طنجره حجمها نصها بالضبط يصير بصل. اوكي نصها بالضبط بصل. بصل هسه حاليا قلنا زبده عدد 4 عند اسوي 300 شخص فاحتاج 4 زبده. عندكم طحين تحتاجون حامض صناعي ملح جوزة الطيب اللي هي موسكاتنوس بالالماني وعندنا الماجي الدجاج. اوكي ماجي بودره هذا. واحتاج الشيء الاساسي فيها يكون يا استخدم حليب يا استخدم اللي هي الكريمه السائله كريم شانتيه السائله. اوكي فواحده يا حليب يا هذا اما غير شيء ما يصير يطلع طعمها عادي. فهي النكهه مالتها. وهسه اول شغله نحط الزبده بالجدريه. هاي نحط الزبده هسه 4 عن 300 شخص قلت لكم 4 قوالب. طبعا زبده نكهتها طيبه. هاي زبده حيوانيه طعمها كل طيب يصير بالطبخ. هسه ننتظرها تذوب ونحط البصل وياها. خليكم ويانا دقائق. هاي الزبده ما عاد عندنا. هسه نحط البصل. هاي شتيدك حط طبعا هو قابل قاع هذا البصل. شوفوا ايش قد عندكم حجم الجدريه يصير عنده نصها بصل تحطون لان راح يذوب مو تقلوا راح يذوب حتى يصير كميه زينه. عندكم تصير جدريه كامله بالضبط. شوي هاي نوخرها يلا. المهم هسه راح نقلب احنا لحد ما يذوب البصل واقول لكم خطوه ثانيه. راح تقلبون كل شويه تقلبوها الزبده ويا البصل. وهسه ريحتها صارت طيبه. زبده ويا البصل ريحتها كلش طيبه تصير. فقلبوها كل شويه حتى لا تحترق وياكم. هذا البصل بعده بنقلب بيه. شوفوا يصير يفور. بنقلب بيه. هسه هنا البصل صار شو تحول لونه صار على صفار وتشتمون ريحه انه بصل متلص يعني البصل صار تشتمون ريحته. المهم هسه شو تسوون انتم تحطون راسا الطحين. يلا على الفتاح. حط طحين ونقلب. هاي طحين حطيت واحد وهسه بعد واحد راح احط. عبد الفتاح من سوريا من الشام لا من حلب. هاي نقلبها هسه بهالطريقة. طبعا تحضرون ميمكم همين. بالضبط. هاي كافية. هسه جيب مي على الفتاح رأسا. هاي ما محضرين النحار. هسه شو نسوي؟ نقلب احنا يعني. حطينا مي مجانا واحدة وهسه نقلب. حتى يحل الطحين يحل. وهسه بس تغلي راح تدخن. احنا شو نسوي؟ راح نحط بعد مي اكثر حتى تغلي. شوف شلون صار هسه هي شكلها صار. راح احط لها مي وارجع لكم. هذا المي بعد كله حطه بعد وحده.
هذا حطينا هسه المي. بهالاثناء بعد ما حطيت مي شو اسوي اني؟ راح نضربها بالخلاط. اصدقائنا هسه راح نضربها بهذا الخلاط اوكي، فنضربه حتى شنو يطحن بصل ويطحن ويا الطحين وصير عندي مرقة، يعني صار مثل ثخينة، مرقة ثخينة صار عندي سميكة. فهسه اكملها وارجع لكم. حاليا ضربناها بالخلاط كملنا، وهسه نحط لها مي. حط مي على الفتاح. وهسه نرجع نحركها ونخليها تغلي. اصدقائي هسه حاليا شوفوا شلون صارت بهالشكل. يلا هسه نحط عندكم اذا حليب قلت لكم حليب، واذا عندكم الكريمه نحط الكريمه. شلاك زانه جيب اعطيني اجي. طبعا انا راح احط 4 لتر، 4 ولا 5، 5 عندنا. هاي تعطيها نكهه كلش طيبه. حلو، خلي حرك ثاني. هاي اسمها شوربة الكريم البصل، شوربة الكريم البصل، يعني بالألماني كريم زفيفل كريم سوبر. زفيفل اللي هو البصل، كريم سوبر شوربة. طيب هسه حطيناها هيجي، شو نسوي هسه؟ نحط لها البهار نكملها، نحط لها جوز الطيب. جوز الطيب هاي قلل، لا قلل قلل اي، حط شوي شوي كافي. هاي جوز الطيب حطينا. هسه نحط الماجي الدجاج، نشيل ماجي كافي، ونحط الملح. طبعا نحط ملح كافي حطيناه. وهسه نحط الحامض، حامض عبد الفتاح، هذا الحامض كافي. طبعا هسه شويه تغلي ونذوق طعمها شلون يصير. خليكم ويانا. خلي تغلي اول شيء نشيل، راح تطلع زفره مال زانه مال قشطه، نشيلها ونذوقها. خليكم ويانا. اصدقائي احبائي هاي الشوربه كملت عندنا، طبعا فارت خلصت ونصيتها، وهذا السمك مالتها. فنقول لكم لا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك. تحياتي لكم، شوف سنان العويدي من ألمانيا، واللي جربها ويسويها خلي يكتب لي بالتعليق شلون طلعت وياه.